السلام عليكم. العديد من الفلاحة ما كياخدوش بعين الاعتبار عاملي التربة والجو في تقرير الكمية وكيفية ديال السقي. فاللي خصنا نعرفوه هو أن كل شجرة عندها عمق محدد للجذور، وأن أي كمية من هذا الماء كتجاوز هذا العمق فهي ضائعة. هذا العمق في الغالب ما كيتجاوز 40 حتى 50 سنتيمتر. ولما الفلاح كيخلط لانجري ديالو مع الماء اللي غادي يسقي به، كيعطي واحد المدة معينة ديال السقي. هاد المدة إلى تجاوزت واحد الحد معين، فهاد الأسمدة والماء كيضيعوا، وبالتالي كتكون عندنا شجرة مكرفصة مع ضياع ديال الماء والأسمدة والفلوس. السقي إخواني الفلاحة كيعتمد على الجو، وهذا الشيء معروف. فلا خدينا مثال ديال هاد جوج ديال الفلاحة، الأول عنده جو سخون والثاني عنده جو عادي. فاللي معروف هو أن الحاجيات ديال هاد جوج الفلاحة ماشي بحال بحال. على سبيل المثال، الفلاح الأول غادي يحتاج 2 لتر، في حين الفلاح الثاني غادي يحتاج 1 لتر فقط. وإلا اعتبرنا أن عندهم 2 الكيسان بحال بحال، للسعة ديالتهم 1 لتر، واللي غادي نمثلو بهم السعة الحقلية للتربة، فالفلاح الأول غادي ياخد كل حاجيات ديالو، فيما الفلاح الثاني غادي ياخد غير النص ديالها، والنص الثاني غادي يضيع ليه. فاللي كان خصو يدار هو أنه كياخد 1 لتر، يعني النص الأول ديال الحاجيات ديالو، والنص الثاني اللي هو 1 لتر، حتى كيجي العطش مرة أخرى عاد كياخدو. إذن فحتى في التربة الحل هو تقسيم السقي، اي انه في حالة كان خاصنا نعطيه ساعة واحدة ديال السقي والسعة الحقلية للتربة هي 30 دقيقة فقط، فخصني نعطي السقية الاولى ديال 30 دقيقة اللي فيها الماء والانجري، من بعد كنخلي الوقت الكافي لامتصاص ديال هاد الماء والمواد اللي فيه، من بعد كنعطي السقية الثانية ديال 30 دقيقة اللي فيها الانجري والماء عاود ثاني، من بعد طبيعة الحال كنخلي الوقت الكافي للامتصاص. وبهذه الطريقة كتكون عندي شجرة مرتاحة، ونكون اقتصدت في الماء، في الانجري، وفي الفلوس. والله ولي التوفيق.